ننتقل الآن إلى الإسكندرية مرة أخرى ووقائع جلسة نموذج محاكاة الدولة المصرية إلى هناك. اعتمدنا بأكثر من نسبة 50% 95% في إنتاج الكهرباء، معتمد فقط على إن إحنا يبقى سواء بغاز أو سواء كان بمازوت. ده أمر في غاية الخطورة. بيحصل تطور كبير في التكنولوجيات في الطاقة الجديدة المتجددة وأمور أخرى بتسمح إن إحنا النهاردة يبقى تكلفة هذه الاستثمارات وتكلفة أو سعر بيع الوحدة يقل بشكل كبير ويبقى متوازي مع اللي إحنا موجودين فيه النهاردة. فبالتالي الدعم أهميته أو رفع الدعم أهميته في أنه بنصل إلى مرحلة كفاءة زي ما عملنا السنة اللي فاتت والسنة دي، أو الخطة زي ما أعلنت من ساعة الرئيس سيسي جه في 2014 أن احنا بنرفع الدعم بخطة 5 سنوات هتمتد يمكن لسنتين 3 أكتر نتيجة انخفاض سعر العملة. فبالتالي رفع كفاءة الدعم بشكل كبير. الدعم اللي بيعطى بهذا الشكل بيعطى في صورة دعم مطلق لجميع فئات الناس دونما تمييز، ما بميزش ده معاه فلوس ولا ده معهوش فلوس. فبالتالي الحقيقة بأهلك الدولة وباجي على الفقراء أكتر ما بساعدهم، لأن أنا النهاردة أما جينا في موازنة 17-18 قلنا حزمة حماية اجتماعية تصل تكلفتها إلى 85 مليار جنيه وإجراءات أخرى في البترول والكهرباء تصل قيمتها إلى حوالي 65-70 مليار جنيه. الفكرة كلها هي إعادة توزيع. أنا باخد من معظم الناس وفي كتير بيستفيدوا من الدعم وهم مش محتاجينه، وبقدر أروح أستهدف للفئات الأقل دخلا. برفع التموين من 20 بطاقة التموين من 20 إلى 50 جنيه، بدي علاوة مش فقط 7% لا 7% وعلاوة استثنائية 7، علاوة لغير الخاضعين 10 و10، المعاشات 15% بحد أدنى 150 جنيه، بنعمل إعفاء ضريبي، بنشيل ضريبة الأطيان الزراعية زي ما ليها كلفة. في برضو التصويب الدعم على القطاع الطاقة بشكل اللي بيسمح لنا ان احنا النهاردة نقدر توزيع نعمل اعادة التوزيع بشكل سليم. فبالتالي اللي حضراتكم قلتوه كخطط وافكار جيدة جدا وممتازة. لما بنيجي نتكلم على السياسة النقدية زي ما اتكلمت، السياسة النقدية لها علاقة ولها تأثير بالغ القصوى اذا لم يتم تنفيذها بشكل سليم. لو انا خدت خط تاريخي زمني 20 سنة لورا هلاقي ان احنا ارتكبنا نفس الغلطة ما بين 97 و2003 لما قعدنا نحمي الجنيه لفترة 6 سنوات، المرة الثانية بعد 2011 لغاية 2016 بنحمي الجنيه المصري بطريقة غلط. لما تشوف في 20 سنة بتعمل هذا الكلام انه 12 سنة او 60% من 20 سنة اللي عدوا بنتعامل غلط، مش فكرة بس ان انا بأثر على الاحتياطي او الاحتياطي بتأكل، ولكن اكتر من كده ان انا بأثر على كل حاجة حواليها بأثر عليها سلبا. اللي يخلينا النهاردة ان احنا صادراتنا فقط 17 او 18 مليار دولار هتوصل دلوقتي 20 مليار دولار. لما نيجي نقارنها بدول اخرى، اندونيسيا فوق 200 مليار، فيتنام 180 مليار، تركيا 180 مليار، جنوب افريقيا 100 مليار، دولة بحجم مصر ان يكون تصديرها لغاية دلوقتي 17-18 مليار، ده امر خطر جدا وامر خاطئ جدا. فبالتالي انه وضع العملة في مكانها الصحيح بيسمح للناس انها بتنافسية، بيسمح للناس انها تندمج في الاقتصاد العالمي وتقدر تصدر بشكل كبير. بشكركم وبحييكم الطرفين في ما قلتوه والتعليقات من اعضاء مجلس النواب على ما قيل، في انتر اكشن كويس وفي فكره ودراسه وفيه لكل الحاجات اللي انتوا اشتغلتوا فيها. شكرا. بشكر حضرتك. وطبعا في مجموعه الحقيقه من الاسئله طبعا عايزه اعرضها على حضرتك، ولكن عايزه ارجع في البدايه طبعا دكتور وائل دسوقي مدير مركز رياده الاعمال في الاكاديميه العربيه، عايزه برضو اعرف راي حضرتك في هذا الطرح بالنسبه للحكومه وايضا بالنسبه لمجلس النواب. اكيد. اتفضلي يا فندم. بسم الله الرحيم. هو يمكن انا الوحيد اللي مش حكومه هنا تقريبا. حضراتكم حكومه وبرلمان وحكومه، فيعني انا الوحيد اللي مش حكومه في قاعه. بس هي فرصه هايله ان انا سمعت من الحكومه ان في توجه كبير قوي من كل الوزارات تقريبا لدعم المشروعات الصغيره والمتوسطه ورياده الاعمال، سواء كان من وزاره الاستثمار شركه الاستثمار في رياده الاعمال او بنك مركزي تمويل مشروعات صغيرة ومتوسطة، وزارة التجارة والصناعة هيئة لدعم مشروعات صغيرة ومتوسطة. فده توجه رائع، يعني ده دي من الحاجات المبشرة. يمكن ده مجال اللي احب اتكلم فيه بحكم شغلي. يعني يمكن الحتة اللي قد تكون كمان مكملة لموضوع المشروعات الصغيرة ومتوسطة رياده الاعمال موضوع الانوفيشن، لان كل في حكومات كتير قوي دلوقتي قائمه على انوفيتيف جوفرمنت او حتى سمارت سيتي، حتى انكلودنج مثلا وزاره الزراعه. انا كنت في جوهانسبرغ في مؤتمر دولي لرياده الاعمال، فكان في هناك مسابقه على مستوى العالم لاحسن
ابتكارات في مجال الزراعة اسمها أجري برينير. فمن الحاجات لما 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 كنت حضرتك تتكلم على 300,000 فدان سبارتيما عشان كبديل للأعلاف أو كبديل للحاجات الزراعية، فافتكرت واحدة من المشروعات اللي شفتها اللي سمعتها في جوهانسبرغ، وحاجة بسيطة يعني، واحد ومراته ما كانت شركة ضخمة وعاملين في مساحة أرض 500 متر مربع بيعملوا إيكو سيستم كامل زراعي، بيزرعوا خضار وبيستعملوا الأسماك والدواجن في الزراعة بحيث أنها تكون سيلف سستينبل، مش محتاجة أي حاجة، مش محتاجة أسمدة وكيماويات وغيره. ال 500 متر مربع بيطلعوا في الشهر الواحد 2 طن سمك، 5000 بيضة، 2000 فرخة، و 5000 بوت خضار في الشهر الواحد 500 متر مربع. ده innovation. فلو في توجه للانوفيشن في الحكومه بشكل عام ولوزاره الصناعه ووزاره الزراعه، يعني يمكن حتى السينرجي في الحته دي او التواصل في الحته دي، لو وزاره الاستثمار تدعم المشروعات الزراعيه والابتكارات في المشروعات الزراعيه، وزاره التجاره والصناعه ممكن تدعم في المشروعات دي بحيث ان هو بدل ما او مع تدعيم لشركه الامن الغذائي، لان شركه الامن الغذائي تكون فيها اوفر هيدز كتيره وفيها توزيع وفيها ديستريبيوشن وفيها، فالوزاره تدخل في يعني موضوع منفصل تماما وقد يكون محتاج تركيز كبير قوي. فلو في تواصل في الحته دي ممكن تكون اضافه كبيره قوي، يعني يمكن دي الاضافه. بس طبعا حكومه رائعه. شكرا جزيلا. بشكر حضرتك يا دكتور. طيب احنا قبل ما نختتم طبعا الجلسه دي، الحقيقه جلسه ثريه جدا بعد العرض اللي الوزاره عرضته او الوزارات المختلفه عرضته، ايضا مجلس النواب، في الحقيقه برضو كثير من الاسئله لحضرتك يا فندم. مدى امكانيه فك العلاقه التشابكيه بين التامينات الاجتماعيه ووزاره الماليه ونسبه اموال التامينات في الدين المحلي؟ ده من استاذ مصطفى عبد الجواد من الجيزه. اعرض على حضرتك كل الاسئله يا فندم. في البداية، إمكانية فك العلاقة التشابكية بين التأمينات الاجتماعية ووزارة المالية ونسبة أموال التأمينات في الدين المحلي. أيضا في سؤال آخر من أستاذ محمد عبد القادر من محافظة الشرقية، بيقول إنه في بعض الهيئات بتضع سياسات للعاملين فيها، إذا تم تحقيق إيراد معين بيتم منح العاملين نسبة من الأرباح أو نسبة من الإيراد المحقق للحث على رفع الإيراد، زي هيئة البريد إن هي حققت لأول مرة 5 مليار جنيه، هو أعلى من عائد أي بنك ما عدا البنك الأهلي. دور وزارة المالية، هو شايف إن وزارة المالية بتعوق دون تنفيذ ذلك، رأي حضرتك يا فندم في هذه النقطة أيضا، ورؤية وزارة المالية لتقليل بل والقضاء نهائيا على القروض الداخلية، الدين الداخلي والدين الخارجي، الفترة الزمنية اللي من الممكن أن هي تستغرقها. ده أستاذ عمران موسى عمران من محافظة الشرقية. الحقيقة فكرة فك العلاقات الشبكية مع التأمينات وحجم أموال التأمينات كمديونية من الحكومة، احنا بنتكلم تقريبا في حدود رقم 10%، 11 12 يعني حوالين رقم 10%، وده دين قائم، لانه تاريخيا كان في وسيط اسمه بنك الاستثمار القومي، كانت اللي بياخد فلوس تأمينات ويسلفها الحكومة عشان إجراء المشروعات اللي هي الاستثمارية اللي كان بنك الاستثمار القومي أو الهيئات الاقتصادية بتقوم بيها. الحقيقة الموضوع ده انتهى وبقت العلاقة مباشرة ما بين وزارة المالية وصناديق التأمينات. في علاقات تشابكية أخرى موجودة المفروض إنها لسه بتدرس، لكن الموضوع أكتر ليه علاقة به الأداء الاقتصادي الكلي، هي مش فكرة بس إن احنا في مديونيات موجودة ما بين جهات مختلفة، ولكن الأكثر من كده والأكثر صعوبة هو أداء الهيئات الاقتصادية، لأنه الكثير من الاستثمارات راحت لجهات ومرافق مختلفة علشان تقوم بمشروعات، ولكن هذه المشروعات لم تكن تتم بشكل اقتصادي سليم بحيث انها تحقق العوائد اللي مطلوبه منها وبالتالي تبقى قادره على سداد هذه المديونات. فده الامر بيتنظر له دلوقتي، وزي ما حضراتكم عارفين انه في عمل على مواضيع الدعم لجهات مختلفه بالشكل اللي يخلي الكثير من هذه الجهات تشتغل
نظام اقتصادي سليم، تبقى قادرة على تحقيق إيراد كافي، تبقى قادرة على السيطرة على تكاليفها، وبالتالي تحقيق تدفقات نقدية أو فائض نقدية، تبقى قادرة على سداد المدينات. فده أمر لازم يتنظر له بشكل متكامل من جميع الـ 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 الأوجه، ومش يتنظر له فقط أنه في علاقة أن احنا ننقل المدينة دي من جهة لوزارة المالية علشان هذه الجهات بتعاني. فده أمر في غاية الأهمية بالنسبة لنا. الجهات اللي ممكن النهاردة بتكون بتحقق حوافز، هو في أنظمة موجودة، لكن احنا طبعا أي جهة بتبقى قادرة على انها تحقق نتائج ايجابيه وتحقق ارباح، وبتحاول انها في نفس الوقت تجزي او تدي حوافز للناس اللي بيشتغلوا فيها، ده امر بالنسبه لي انا شخصيا امر محمود وامر جيد. المهم انه ندي الحوافز للناس اللي تستحقها، ندي الحوافز نوصلها للناس اللي تستحقها، ما نروحش ندي لكل الناس بالعرض. يجب ان يكون في تمييز في الكفاءه في الناس اللي بيقدوا بكفاءه، وده القطاع الخاص بيشتغل كده. فمن باب احرى ان احنا نشغل القطاع العام ونشغل برضو الهيئات الاقتصاديه بنفس المبدا، ان احنا نقدر ندي حوافز ونحفز الناس بشكل سليم. الحاجه الثالثه القروض والدين العام، يعني سواء داخلي او خارجي. القصه دي ما بتخلصش بفكره ان احنا هنقدر نسددها بكره ولا بعده ولا السنه الجايه. الفكره كلها ان احنا بنبتدي يعني هو امر يمكن يكون معقد شويه، ان احنا النهارده عندنا ما يسمى بالعجز الاولي. العجز الاولي هو اللي بيمثل ايراداتنا ناقص مصروفاتنا من غير الفوائد. احنا الحقيقه من وقت ما قامت الثوره، يعني من العام المالي 10 11 لغايه العام المالي 2016 2017، ما يسمى بالعجز الاولي كان مجموعه 530 مليار جنيه، رقم ضخم جدا جدا. هذا الرقم لما نجمعه لحجم الدين اللي كان موجود في بدايه 2011 والفوائد اللي عليهم، الرقم ده وصلنا ل 3 تريليون جنيه، كمان القروض الخارجيه الباقي اللي رفعنا الارقام اللي احنا فيها اللي تقترب من 3.5 تريليون جنيه، كان سببه كمان انخفاض سعر العمله او ما يسمى بالتعويم. الفكره كلها ان احنا لازم، ليه بنقول ننقص عجز الموازنه؟ ليه بنقول ننقص العجز الاولي يتحول تدريجيا الى فائض اولي؟ علشان يبقى الاداء الاقتصادي نفسه قادر على توليد فوائد تبتدي تساهم في سداد جزء من الفوائد. الحاجة التانية ان احنا نبتدي نسيطر على معدلات التضخم بشكل كبير، فسعر الفايدة يبتدي ينزل تاني بشكل كبير، فيبقى بالتدريج نعمل زي ما بنقول ليفلنج اوف لحجم المديونية. الاول نسبة التسارع في ارتفاع حجم المديونية يبتدي يبطأ، بعد كده نعمل لها ليفلنج اوف نحتفظ بيها عند مستوى معين، وبعد كده كنسبة للناتج المحلي الإجمالي تبتدي تقل، وبعد كده الرقم نفسه يبتدي يقل. لكن فكرة ان احنا النهاردة هنقدر نسيطر عليه في فترة زمنية محدودة، ده مش امر مش بسهولة، الا لو عملنا يعني عمليات بيع او عمليات خصاصة كبيرة، واحنا مش ناويين نعمل الكلام ده. احنا ناويين نشتغل في برامج طروحات للشركات بحيث ان الشركات تقدر تجيب اموال ليها وتقدر تجيب كمان اموال للدولة، وبالتالي يبقى كل ده يخش في المنظومة، فبالتالي تدريجيا نخفض عجز الموازنة، وبالتالي الدين للناتج المحلي الاجمالي يبتدي يقل كنسبة، وبعد كده يبتدي يقل كرقم مطلق على بعضه. أنا بشكر حضرتك يا فندم. قبل ما نختتم هذه الجلسة، كلمة أخيرة من حضرتك دكتور سحر نصر فيما يتعلق بالحوافز الاستثمارية لجذب المزيد من الاستثمارات. من أهم يعني المواد في القانون اللي بتدي حوافز للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، احنا حريصين جدا ان احنا نبقى داعمين لهذه المشاريع، ولذلك انشأنا الشركة كمان لريادة الأعمال، ودي فعلا الشركات هي اللي بتكون موفرة أكتر فرص العمل، وهي اللي هتقدر تبقى برضو صناعات مغذية للصناعات الكبرى عشان برضو نقدر نحن نعتمد على السلع. تاني حاجة المحافظات الأكثر احتياجا، طبعا المحافظات الأكثر احتياجا، وهنا بقول بنرجع برضو مهتمة جدا بهذا الملف، يعني فعلا لأن هي دي المحافظات اللي هي محتاجة دعمية، هم مشت في السابق ما عندهاش ولا بنية أساسية ولا خدمات للمواطنين، وزي ما سمعنا النهاردة سيادة الرئيس أكد أن برضو في صرف صحي قليل في هذه المناطق، حرمت من الكهرباء ومن المياه النظيفة، زي ما سمعنا برضو في الدوكيومنتري اللي كان موجود صباحا، ده كان جميل فعلا. فلذلك احنا بندي تركيز كبير سواء من الزراع الاستثماري او التمويل والمنح بتوجه لهذه المحافظات. ثالث حاجه لما بنتكلم على الاستثمارات احنا بنقي نوعيه الاستثمارات، الاستثمارات اللي هي كثيفه العماله، لان بالفعل في السابق دخل استثمارات بس ما يعني المواطن البسيط ما جناش ثمار هذه الاستثمارات، فاحنا حريصين ان يكون كثيفه العماله فتكون فعلا موفره لفرص العمل.
ومنتجة، ولذلك ده الهدف الأسمى والهدف الرئيسي لزيادة الاستثمارات في بلدنا بإذن الله. إن شاء الله. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا. طبعا أنا بشكر الحقيقة ضيوف اللي كانوا مشرفينا معانا النهاردة على المنصة، دكتور سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي شكرا جزيلا، السيد عمرو الجرحي وزير المالية شكرا جزيلا يا فندم، دكتور وائل دسوقي مدير مركز ريادة الأعمال في الأكاديمية العربية جزيل الشكر طبعا لحضراتكم. و طبعا بتوجه بكل الشكر الحقيقه وطبعا للوزراء اللي كانوا معانا ولرئيس الحكومه ايضا اللي كان معانا النهارده ولنواب البرلمان ولرئيس البرلمان. الحقيقه كان عرض مشرف جدا، بشكركم على المجهود اللي انا عارفه ان هو بقاله شهور طويله جدا انتوا بتبذلوه علشان تقدموا العرض المشرف ده. بشكركم شكرا جزيلا، وبشكر طبعا كل الحضور على هذه الجلسه.